تحية للمنتخب السعودي اللي حقق أقوى انتصار في التاريخ، ومباراة منتخب السعودي مع الأرجنتين لا تنسى أبدا. انتصار منتخب السعودي كان جنون وكان غرابة وكان هستيريا في الملعب كله. هاد الفيديو هذا غادي نشاهدوا واحد الهستيريا اللي شاهدها الجمهور وسط الملعب، الجمهور السعودي، الجمهور السعودي وكذلك الجمهور العربي اللي كان حاضر في المباراة. المرجو منكم تابعونا من الاول للاخر باش ما تفوتكم حتى شي لقطه زوينه. كذلك ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك لاول مره كتشوف القناه، دير لنا شي كومونتير زوين، وكذلك بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، ونخليكم على هذا الفيديو. هي جمهور ارجنتي ابكي 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 ابكي، جنون والله جنون جنون. لن اخاف لن اهاب، افتخر افتخر واستانس في وسطه معلم. انت معلم اثنان واحد اوكي مسامحة مسامحة كحلي في قلوبنا مسامحة اللي بجي برا بين الشوطين. How can you can go like this؟ كيف أجيب بشكل هذا والله؟ أو it's possible to fight like this؟ مستحيل إنك تضرب على الشكل. لحظات حاسمة. لحظات حاسمة. So just to do the effort together to get the ball. أي مجهود مع لاعب في عمق الملعب. And after not enough movement here. وهنا التحركات ما هي كافية في الهجوم. Just the pressure together. نضغط مع بعض. And you will see, you will get one goal and you do one mistake and score. حط الريتم في اللعب والعب للأمام. They won't give you anything. ما حيحط لكم أي شيء. The best option is for them. Opportunity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاب أطمنكم أموري تمام ما شاء الله. جزاك الله يا أخي سالم. الله يعطيكم العافية. دعواتكم لي ومبروك الفوز، الجمهور السعودي تستاهلون قادة وشعبا، والله يسهل الأمور إن شاء الله في الأيام الجاية. شكرا لكم. لأنه كان تدخل قوي كما شفنا في الفيديو هذا، وكنتمناو ليه الشفاء الأخ سالم، نتمناو ليه الشفاء العاجل. وشكرا لكم بزاف على المتابعة. كذلك اللي اول مره كيشوف القناه مره اخرى نذكركم يشارك في القناه وتابونا معنا باش ما يفوتكمش اي جديد. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله. تشاو.